Arno, check. Jetzt ist verkauft, aber egal. Die Leute wollen du wissen, er ist Arno, weißt du? بابا هما ماشي مقنعين بها هذه فهمنا خينا بما يسمى بما يسمى ولاد العاصمه بما يسمى ابناء تلك المنطقه القدم اقسم بالله غير مهما كانوا صنطيني قبايلي شاوي اقسم بالله ما يتلفظوا بهذه اللفظات اصلا انا عندي انا نعرف ولاد حومتي ولاد حومتي من تيزي وزو مكده من الاصول تاعهم ولاد العاصمه ثاني قسما بالله ما يهضروا هذه الهضره يكرهوا غير يكرهوا هاد العلامات صدق او لا تصدق اقسم بالله غير يكرهم ويكرهوا اللي ياكلوا الحلوف يكرهوا الملاحده ما يتبريين منهم يجي هذا يقول انا حراشي انا كدا انا تمثلني هاد الرايه وحال واحد وليد العاصمه ولا وليد مدينه ولا وليد حتى منطقه نائيه متقف واعي يهضر الهضره ديك تاع يا قريشي هذا جيل تاع جيل بالغبريط راك فاهم فهمت وهذا عندهم مشروع بيحطموا الإسلام واللغة العربية قسم الميكرو هما باش يحاربك العربية يحاربك بالإسلام هما ما بيهم والو بيهم الإسلام فرات قلت لك والله ما قضيات ماهيش قضية الو شكون هادو العربية هادو أكيد على على الأخر لكن قسما بالله يا خوتي شكون هادو عشان ما يستلاش يعتقدون أنهم شعب الأخطاء حاجة بغيت لك أن أولاك راهم يقراو يا عبد الله يسمح لي يا خويا عبد الله اسمع فرنسا كي دخلت حربت الإسلام حرباتو صح حرباتو باللغة العربية فهمتي وقالت لهم من هذه المنطقة قولوا لولادكم ما كمش عرب أراه ما يدخلوش للدين سلام عليكم اللغة العربية يا أخي أخونا اللغة العربية تحطم اللغة العربية تحطم الإسلام نقطة ورجع ساطر وهذا المشروع تاعهم بيحطموا اللغة العربية والعرب يخسوا العرب وزيد يطاكوا الإسلام هما هذا هو المشروع تاعهم شكون هما هادو ما تكزيستيش الامازيغيه في وقت اي تحمد ما تكزيستيش في وقت هادي تهضر هكا لكن هو راه كان في وقته ضد اللغه العربيه ترسيم اللغه العربيه هما اللي كانوا يعقلوها دقيقه عبد الله يسمعوا هذا كل هم السلام عليكم انا سمعت جماعه يحكوا بصح يقولوا غير هما هادو شكون هادو اللي راهم يحكوا عليهم هادو لازم يعرف كي يحكي على حاجة يوصفها الإنسان ماشي يقولك غير هادو وهذيك المنطقة آدم هذا جاي يسينيالي لك هذا بالك لا ماشي جاي يسينيالي هو اسمعك أخينا على هنا هما بعد كيما الأمازيغية هذه اللي خرجوها الجديدة هذه هما بعد الشعوب تاعها فما القبائل والشوية راهم ما يعرفوش بها أصلا وما يقراوهاش أصلا جاي يسينيالي لك غير فئات قليلة في دماغهم تماما في أغريتان خد مود أكمل لي مداخلتك في دقيقة ونعود نرجع لك لأن ياسما دجو أنا ماشي واش من عام هضر على فوتبال ولا هضر على عبسة داي هضروا هادوك ماشي شعب وهادوك كدا ويودوا يستاهلوا هما كيفاش خويا العزيز الناس ماتت البارح يا اخو معليش لا غير مات سيد مسكين يا اخو داروا سيد مات طحن تقابي هادوك يا خي خرطيه مسخربين اخويا العزيز فيه تقابي هادوك لي فيد كدا خي حكايه ايه باسكو بداو يضربوا بدا الضرب طاح هادي الله خلينا نروح لبابا باش لا ديكو يا خويا ديكو يديه زرقا يا كانوا يضربوا على بالي حكاو لي البارح طلع لون وهنا قلبها يا خويا اسمع بس اسمع قال لك بصح واحد فيهم الجندرم يا خو بصح هذوك هما بلاصتهم ماشي صطاد افهم يا خو برجاء على بالي يا خو لا في الصطاد لا فيديو لي كان دور البارح في الصطاد خو
ايه لا لا هو قال لك بلاصتهم ماشي في السطات في البراجات يعني. ياخذ جوندار جوندار شريكين عنده ريفلاكس ماشي بون هذوك اللي جابوهم من السطات ماشي لي جوندار تاع برا هذاك عنده ريفلاكس شريكي تاع يضرب يقتل ماشي تاع السطات هذاك شريكي هذاك مونبريني تاع يضربك يشقفك يا ديكو انت يا دوكا تضرب كريم وجال تضربها لداخل السطات اللي جوار خو لا علاه بصح يا خو انا ما نلومش الجوندار ما نلوم اللي بعتوه علاش الجوندار مدرب هكذاك حبيبي الا تشوف في فرنسا لي جيلي جون غنحبوا يخرجوا لهم العسكر واش قالوا يخينا ضرب برلمان رفزها علاش رفزها قال لك باسكو العسكر مونترينين باش يقتلوا تما اي ريفلكس راح يقتلوا راح تولد فوضى كبيره شفت الناس اللي تخمم كيفاش تخمم يا خو صح صح قال لك ماشي مفورميين لا بوبولاسيون مفورميين فوالا انت جايب لي انسان مفورمي في بوغار تحطوا لي في وسط شعب باينة باللي ما يخمم باينة باللي هو مدرب باش يضرب هذاك قالوا زورة ايه ماهوش مدرب جيب لي بوليس بوليس وي موالف مالغري صرا واش صرا مع لا بوليس موالفين لا بوليس لي صار بوليس تزيد تبي وتجيب معاه اسمع بغيت نشوف كيف يقول لك مولودية عرايا ومولودية فاهم يا خو قشيحة قشيحة راه يهضر ويقول مولودية عرايا هاد الكلب هاد الطحان هاد الخامس اللي راه شكون الجدول ديك الراجل نقولوا انا عرفك راجل هضرها دير فيديو وهضر الرجال واقفين حمزة العزيز الغالي الصقر العزيز صباح بيبي راكم بيان هذا الطحان خارجي يهضر في المولودية وكل شي بورتر تاع المولودية يا الكلب باسكو دا الصقلة في باب الواد ستار لاين شبعتهم مش بسقلة يا قتلنا يا شكون اللي قتلنا يا قتلوا البوليس يا خو قتلوا البوليس ربي يرحمه بصح انا نحكيو على فورماسيون بوليسي سيرار باش تسمع بوليس قتل واحد بصح السكر انفورمي باش يتيري ماشي انفورمي باش يكوميني اسمع عندك تصويرة عندك تصويرة تاع مولودية عندك تصويرة تاع مولودية نحكو على مولودية شوي اصبرت الى عندي احكي على الكلب هذا اللي كان يهضر بالمولودية اه بهكذا باش من يحكي لا شكيتش عندي اصبر عندي انا عندي اصبر والله العظيم تكي يا رب من الملائكة بصورة كبرت شو ديغو كبر شوف شوف لك الموجان وين طايحة شوف هاي كبر ديغو كبر كاين غاشي هنا ديغو هاي فاهم يا حبيبي اسمع سينياليونا سينياليونا درنا ما مولودي انا ما سينياليوش خو نصلي ونرجع حمزة بعقلك خويا العزيز ما كاش سكان في فرنسا دليل والله ما فهمتك ما كاش ساكن في فرنسا شكون هذا اللي ما كانش ساكن في فرنسا ميرسي حمزه الله حفظك بالزوم حمزه المغرب شكون قتلنا يا اللي قتلوا بوليسي ما كانش ساكن في فرنسا والله ما على بالي اختي العزيزه سي تاع المغرب مروكي يقتلوا وي بوليسي مروكي هو بون ماشي مروكي فرنسي بدوريجين ماروكا كما يقولوا سلام بدي يجي يقول لك اسمع بدي يجي يقول لك احنا عرايا احنا نكسروا كراسه ونديروا صوالة ايه يا اخوي ديروا يهضروا كل شيء قشيحة صباح يهضر ويحل في فمه ويقول لهم باللي عرايا وهادي وما لباليش والشعب ماشي مربي انت مربي يا الخامج اسكو هو مربي هذا قشيحة ليطه ما ماتش شو ديطه اكاش منها ما ماتش يا اخو سي ما بالو لا ما ماتش يا اخو لا اسحاق العزيز خويا ميرسي لا غرغادني يا اخو اما اكم هذاك اللي مات اللي مات مات بالضرب ولا واش صرايو قال لك السلام عليكم تريبل طاح منه طاح من وحده فيهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ربي يرحمه كاين واحد مات يا خوش اللي راه يهضروا عليه ربي يرحمه والله ما سمعت ديغو كانوا جماعه وكان معنا او بعث لنا الفيديو او تلقى عنده خاص الفيديو هذيك تاع يا خو انا شفت البارح انا شوف كيفاش هذا كثير احبه في ميجو مات اليوم على 12 مات يا خو مات او يكونفيرمي لك الاسهام ربي يرحمه وقشي حصب راح يستشفى يا اخو يقول لهم باللي هادوك ماشي الشعب مولودية عرايا وما على باليش الطحان الكلب هو بنت وراميها العريان الكبير هو رخيص
طلع لا فوتو تاع باباه الكلب، طلع لا فوتو تاع باباه الكلب هكذاك نوجعوه، طلع لا فوتو تاع باباه الكلب خاطرش هذا يستاهل هكذا هذا الرخيص هذا، طلع لا فوتو تاع شعب